السلام عليكم ورحمة الله. حكيم ولد بمدينة مقاغة بمحافظة المينيا. بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة، فاكتسب شهرة في بلدته. وفي المرحلة الثانوية جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة للغناء، فغنى في الملاهي الليلية والأفراح. وحاول والده أن يبعده عن الغناء والعودة إلى بلدته لاستكمال دراسته، لكن لم يستجب لذلك، وبدأ يزيع صيته في مجال الغناء في الأفراح. في عام 1989 تعرف على الفنان حميد الشاعر، والذي قدمه إلى صاحب شركة سونار، والتي أصدرت له أول ألبوم غنائي باسم نظرة، وحقق نجاحا وانتشارا كبيرا. يعيش المطرب المصري حكيم حياة زوجية مستقرة مع زوجته جيهان، والتي تعرف عليها منذ أكثر من 17 عاما وتزوجها. حكيم زوجته لها أكثر من أصل، فوالدها فنزويلي، بينما لها أصل يوناني وأصل مصري. تعرف عليها حكيم عندما عملت معه، فاستلطفها وشعر إنها تبادله نفس المشاعر، فطلب منها الزواج. المطرب المصري يقول إنه مثل السي سيد في منزله، ولكنه لا يمارس سلطته في كل الأمور، حيث يترك لزوجته المساحة لتقود بيتها كما تشاء. حكيم أكد في حوارات سابقة له أن النجومية التي حققها لا تؤثر على علاقته بزوجته، ووصفها بأنها حب عمره التي ساعدته على صنع النجومية وتحقيق النجاح والشهرة، لافتا إلى أنها كان لها دور كبير وفعال في استقراره العاطفي والاجتماعي. أما عن غيرتها من معجباته، فقال حكيم أن أجمل شيء في زوجته أنها لا تظهر غيرتها وتخفيها عنه، مما يجعله حريص دوما على مراعاة شعورها حتى لا يجرحها. المطرب الشعبي فنان مصري بدأ الغناء وهو في سن صغير، حيث كان يحلم بالنجومية وشجعته على ذلك والدته، بينما كان والده يرفض عمله كمطرب. وبمرور الوقت سطر حكيم اسمه بين النجوم ووصل للعالمية. ديانة الفنان حكيم هي الإسلام، وهو خريج الأزهر. أما زوجته جيهان فهي ديانتها المسيحية. نشر الفنان المصري حكيم صورة نادرة لوالدته التي تنتمي لعائلة كبيرة تعود أصولها للبشوات، وعرض حكيم الصور خلال استضافته في برنامج معكم منى الشاذلي، وقال إن والدته تنتمي لأحد أسر البشوات، ووالده عمدة، ولذلك عرض اتجاهه للفن، وإن كانت والدته تحفزه عليه أحيانا حتى يحافظ على صحته ويبتعد عن السجائر، ولكنها تعلن عن رفضها لهذا الاتجاه مع والده وتطالبه بمنعه من الغناء. وقد ربطت بينها الإعلامية منى الشاذلي وبين الفنانة الراحلة ليلى مراد. كان آخر ظهور على شاشات التلفزيون للفنان حكيم وهو يقدم أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وهي أغنية متجمعين، والتي استضافتها مصر خلال شهر يوليو.